اسمها خديجة سليمان عبد الله، هي من السودان. يهون جينا، انا مقيمة هنا ده، لكن كنت ماشي اخذ لي مدة هناك، لما لقيت الحالة صعبة كده جيت راجعة. والحمد لله ريحتونا وجبتونا هنا، جزاكم الله خير، ربنا يعظم اجركم ويديكم العافية، يحفظكم يحفظ بلدكم يحفظ شيوخكم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين، جزاكم الله خير الجزاء، ما قصرتم، اديكم العافية ان شاء الله، الله يبارك فيكم، كتر خيركم، الله يبارك. أسياء محمود العبيد ابراهيم من الخرطوم مدينة الرياض. فكنا كويسين مطمئنين، فجات الضرب ده يعني ما كان مخيف شديد، ما يقيف يعني حتى في السيارة لما نطلع تخيل انه رصاص يجيك من اي جهة. فمشينا برا الخرطوم شوية كم يوم عند اهلنا، ففكرنا نطلع عشان نجي بورسودان، كان مشقة 13 ساعة في بصات، عملية صعبة جدا لغاية ما وصلنا بورسودان. من بورسودان الحمد لله يعني عندنا اهل استقبلونا استقبال طيب، وناس الهلال الأحمر تابعوا معنا وهم ساعدونا، ولغاية ما وصلونا هنا وجزاهم الله كل خير، ناس الأمارات وقفوا معنا وقفة جميلة جدا يعني.